التحاليل وبعد اختلاء المحكمة المداولة في ملتمس النيابة العامة وملتمس دفاع المطالبات بحق المدني بإحضار المتهم بالقوة العمومية، قررت المحكمة بعد المداولة طبق القانون بإحضار المتهم بالقوة العمومية المتهم للمرة الثالثة. في المرة الأولى المتهم كيتبنى عدة استراتيجيات، وكل استراتيجيات ديال المنهزم ديال الضعيف، ما قادرش على مواجهة الضحايا كما واجهوا الضحايا. تصوروا معي، الضحايا واجهنا بوعشرين بالحقائق وبالدلائل على جسامة الجرم وعلى حقارة الجرم وعلى القذارة اللي كان فيها الجرم، والمتهم الآن يفر هاربا، ما بغاش يحضر. في الجلسة الأولى حضر وطلب انسحاب، في الجلسة الثانية لم يحضر، حضر إلى المحكمة ورفع الصعود للجلسة. اليوم أيضا حضر إلى المحكمة في الجيول ورفض الصعود للجلسة. قلنا للمحكمة كدفاع المطالبات بالحق المدني كفاءبة، المحاكمة الجنائية من النظام العام، المحاكمة الجنائية ما كتخضعش إلى الأطراف، ماشي الأهواء، ماشي النزوات، المحاكمة الجنائية إما حضورية أو غيابية، ما كاينش نوع ثالث بينهما. المتهم خصو يحضر بالقوة العمومية. وقلنا للمحكمة، المحكمة قلنا لها حق الدفاع من النظام العام، لا يجوز المحكمة تنازل عليها، وتحنا ما تنازلوش عليها. كما واجهنا الضحايا، كما الضحايا واجهوا المتهم، المتهم خصو يواجه الضحايا. ياك تيقول، ياك تيقول لكم ما دارش، تيقول لكم الصورة ديالو ماشي هي، علاش ما يحضرش؟ علاش يتهرب؟ لأنه يعلم، يعلم علم اليقين أن الحقيقة واحدة، وأن الجريمة ثابتة، وأن الجريمة وحشية. وتيقول لك وباش كيتضرع؟ دفاع المطالبات بالحق المدني يهينني، هم لا يهينونه، هم يذكرون ما في الوقائع جسامتها، كيحلوا بالقانون الجريمة، ما كيهينوش. اللي هو اللي هان نفسه اللي ارتكب الجريمة، هل من أهان نفسه؟ هو اللي هان نفسه ارتكب الجريمة، خصو يسمع موقف القانون، يسمع موقف الفقه، يسمع موقف الشهاد القضائي. هو قال كسيدي انا ما غنحضرش للمطالبات بحق الدفاع عن المطالبات بحق المدني، حتى تجي النيابه العامه عاد نحضر، حتى يجي الدفاع ديال حضر. قلنا للمحكمه هذا عبث، هذا مخالف للقانون، هذا تحقير. عدم وصول المتهم الى المحكمه هو تحقير للمحكمه، هو اهانه للعداله، هو اهانه للمحامين، هو اهانه للضحايا. خصو يواجه الضحايا مثل ما واجهوه، ماشي يهرب ويفلت. وحنا طلبنا من المحكمه، والمحكمه رفضت القرار ديالها، احضروا بالقوة العمومية. دابا راه حاضر بالقوة العمومية، والمحكمة غتواصل الجلسات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.